طيب دكتور طارق، انا اسف اني بسالك السؤال ده وانا عارف ان حضرتك رديت عليه اكتر من مره، لكن ما زال الناس بتتكلم فيه. طلاب الثانويه العامه هيمتحنوا الكتروني ولا ورقي ولا ميكس؟ ما هو الشكل النهائي للثانويه العامه ومتى تبدا الثانويه العامه الجديده؟ لا، الثانويه العامه ميعادها في الجدول المعلن تبتدي حسب الميعاد، افتكر انه كان 11 يونيو بس لازم اتاكد يعني. انما السؤال ده احنا مش برضو من الاسئله اللي هنقفلها يا استاذ خيري، يمكن الرد ده يكون اخر رد. الامتحان الالكتروني او ورقي مش موضوع الطالب ولا ولي الامر، ده موضوع الوزاره. موضوع الطالب هو التحضير للامتحان باي شكل، لو جبنا له بوكلت يكتب فيه، لو جبنا له ورقه يكتب فيها، لو جبنا له تابلت يشتغل عليها، ما تفرقش يعني. بس هو الطبيعي انه يعرف هو ايه هتبقى ازاي ولازم ان يقبل به، ولكن يعرف ازاي. ما هو ما انا عايز اقول لحضرتك ان السؤال نفسه خارج السياق، ما تفرقش خالص يا استاذ خيري انك تعمل علامه صح على ورقه ولا تكليك على الشاشه. طب واذا كان محدد في الوزاره لماذا لا تعلن ذلك وتريح قلبك؟ لان احنا ما حددناش لسه. طيب. ولان احنا بنحارب ظواهر ثانيه، والسؤال اللي حضرتك بتساله وراه اشياء ما كنتش احب اقولها، بس السؤال ما يفرقش مع اي طالب في واقع الامر. اللي يفرق مع اللي عاوز يغش، عاوز يعرف الامتحان هيبقى ازاي، لان ده هيحدد له الاسلوب. وبالتالي مهم جدا انكم ما تسالوناش السؤال ده كتير، لان احنا مش عاوزين نوضح. اذا انتم محددين الشكل ولكن لن يتم الاعلان عنه فقط الا قبل الامتحانات مباشره. وعشان كده بقول لو انا ولي امر او طالب، كل ما ينبغي الاهتمام به هو التحضير وفهم مخرجات التعلم وليس الانشغال بهذه القضايا. نعم. يعني ما هوش نجاح ولا فشل للوزارة انها تعمله كده ولا كده، احنا عندنا الاختيارين. نعم. بس احنا بنتعرض لموضوع زي التظلمات وقضايا وتحايل وتسريب وتدخيل تليفونات واستخدام تليجرام وتهكير التابلت، اشياء لو حضرتك شفنا عشان كده كده القضية هنا الحقيقية امنية حقيقي. يعني التغيير في المرحلة الثانوية هو في شكل وطبيعة الأسئلة وليس في أداة الإجابة. التركيز على أداة الإجابة لأهداف أخرى لا علاقة لها بالتعلم. عشان كده احنا السؤال ده ما بنحبش نتعرض ليه. ومع كل هذا احنا برضو قلنا ان هيبقى في مؤتمر صحفي برضو خلال الأسبوعين ثلاثة الجايين علشان نقول كل تفاصيل امتحان الثانوية العامة، هنقولها كلها، والاسئله شكلها ايه وهتبقى ازاي وموعدها ايه والجدول وكل حاجه. فده ان شاء الله هنعمله. انما انا بس بشرح لحضرتك انه هذا التركيز الغريب أيوه. فكره امتحان وراء اصحاب مصالح يعني مش مفروض يعني ننشغل بيه قوي يعني. الحقيقه هو الحقيقه معظم الناس اللي انشغلت بيه كانت بتاخد ذريعه ان الموضوع علشان يا ترى السيستم ممكن يقع، يبقى في ازمه في التابلت، في الاختراقات، في غيره، علشان دي الفكره كانت بالنسبه للناس اللي بتسال المعلنه طبعا. اوكي، اللي بيقول كده احنا بنطمنه لن يعني نقدم على امتحانات الكترونيه الا لو احنا متاكدين بنسبه 100% مش 99 ان كل طالب هيخش الامتحان هيطلع ممتحن. دكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكر حضرتك جدا على وقتك وعلى هذا التوضيح، ونتمنى التوفيق لما هو قادم في العملية التعليمية بالكامل.